أندريس كاف ممثل سوري ولد عام 1966، تخرج عام 1992 من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق. شارك في الكثير من الأعمال الفنية والمسلسلات السورية المتميزة مع العديد من شركات الإنتاج السورية ومع التلفزيون السوري، وقدم أدوار وشخصيات عديدة تميز وأبدع في تقديمها. من أهم الأعمال التلفزيونية التي قدمها عيلة خمس نجوم، يوميات مدير عام، وبقع الضوء. متزوج من الفنانة سوسن أبو عفار ولديهما ابنة واسمها سلافة.